السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني إخواتي، مرحبا بكم على اليوم في هذا الفيديو الجديد. إذا كنت أول مرة تشاهدوا هذه القناة، ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك، زر الأحمر اللي كاين أسفل الفيديو، وفعلوا زر الجرس باش تبقوا توصلوا دائما بالجديد ديال الموديلات الجلابة والقفطان المغربي. ما تبخلوش علينا بالضغط على زر الإعجاب، يعني إذا كيزيد كيشجعنا باش نبقوا إن شاء الله دائما نشاركوا معكم الموديلات اللي كنخدموا في المحل. اوكي، اللي عجبكم شي موديل من هاد الموديلات اللي غادي ندوزو، غادي تسكريني وتصيفط لينا في الواتساب وغادي نوريك الثمن ديالو بشحال كيطلع بيتوب وخياطه. بالنسبه للتوصيل، التوصيل راه كنوصلو داخل وخارج المغرب، يعني فين ما كنتي في جميع انحاء العالم، يعني راه كتوصلك السلعه حتى للدار. غادي نبداو على بركه الله. عندنا هذه التكشيطه قفطان او التكشيطه بالتوب ديال التليجه، مخدومه بزواق المعلم ملبته بالعقيق، يعني موديل جراقد ورائع ديال هاد اللبسه هادي. كما كتشوفوا جات بالتنبات ديال العقيق، مخدومه بزواق المعلم، كاين الفوقاني ديال التليجه درنا ليه زواق المعلم، مخدوم بزواق المعلم ومنبت بالعقيق، والتحتاني حتى هو درنا ليه زواق المعلم منبت حتى هو بالعقيق. العقيق كنديروا شي حاجه مزيانه ديال العقيق، كاليتي مزيان. كما كتشوفوا الفوقاني بالتوب ديال التليجه والتحتاني بالتوب ديال الكريب. بالنسبه لهذا الفوقاني راه كيجي حتى بالتوب ديال جوهره، الا بغيتي ديري جوهره راه كتجي في جوهره، كتجي راقيه حتى هي، كاينين زواقات فيها رائعين ديال جوهره. بالنسبه للتوب التحتاني راه درنا له التوب ديال الكريب. الا عجبك شي موديل من هادو، غادي تسكرينيه وصيفطينا في الواتساب وغادي نقول لك الثمن ديالو ان شاء الله بشحال كيطلع بالتوب وخياطه. كما قلنا التوصيل راه داخل وخارج المغرب، يعني فين ما كنتي كتوصلك السلعه حتى للدار. ان الفوقاني درناه بالتليجه، بغيتي ديريه بالتوب ديال جوهره او ديريه حتى بالتوب ديال الكريب، يعني راه كيجي مزيان، كيجي كاليتي مزيان. كما كتشوفوا الخدمه جات راقيه ديال هاد التكشيطه هادي بالتوب ديال جوهره، والتحتاني راه بالتوب ديال الكريب. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والواتساب لكي تعم الفائده على الجميع. كما كتشوفوا هاد اللبسه هادي، هاد اللبسه ديال واحد السيده يعني عروسه الله يكمل عليها بالخير، درنا لها هاد الموديل هذا ديال التكشيطه، يعني جات لبسه ديالها راقيه ورائعه. الى عجبك هاد الموديل هذا غادي تسكرينيه وغتصيفطني في واتساب وغادي نقول لك الثمن ديالو بشحال كيطلع بالتوب وخياطه. الى لقيتي عندنا هاد التوب باقي متوفر راه غادي نديروه، الى لقيتيه سالا راه غادي نشوفو لك شي موديلات اخرين، زواقات اخرين كيجيو مزيانين في التكشيطه. يعني الزواقات اللي كاينين غادي نصيفطهم لكم في الواتساب، وغتعز لي الزواقه اللي بغيتي ديال التليجه. بغيتي ديري التوب ديال جوهره مي راه كتجي مزيانه حتى هي في بلاصه التليجه، كتجي مزيانه كما كتشوفوا الزواقه ديالها راه جات رائعه، يعني جات بزواق معلم ومنبته بالعقيق، يعني كاليتي مزيان ديال العقيق. الموديل ديالها جراقيد ورائع، فصالة ديالها ايفازي. الا بغيتي مثلا تلبسي غير القفطان بوحدو، يعني راك تلبسي القفطان بوحدو تحيدي الفوقاني وكتلبسي القفطان كريب، الا بغيتي تخدمي مثلا غير هذا القفطان هذا، يعني راه تسكرينيه وصيفطينا في الواتساب وغادي نقول لك ان شاء الله الثمن ديالو بشحال كيطلع بيتوب وخياطه. التوصيل كما قلنا راه داخل وخارج المغرب، يعني فين ما كنتي كتوصلك السلعه حتى لعندك. يعني ما عليك الا تسكريني هذا الموديل هذا وصيفطينا في الواتساب، حنا نقول لك الثمن ديالو ان شاء الله بشحال كيطلع بالتوب وخياطه. توب ديال كريب. الا بغيتي مثلا كان عاجبك توب يعني في شي بلاصه اخرى، يعني كاينين دابا بزاف ديال الناس كيبيعوا في المواقع التواصل الاجتماعي. الى عجبك شي توب وبغيتي تصيفطيه لينا نخيطو لك، غادي تواصلي معنا في الواتساب وانا نعطيك العنوان ديالنا ديال المحل، ملي غترسلي لينا المحل وغادي نخيطو لك ان شاء الله. وغتعطينا العبار ديالك، العبار راه كتاخذي على شي تكشيطه الا كانت كتجيك مزيانه، ولا قفطان الا كان عندك قفطان، ولا حتى جلابه الا كنتي غديري مثلا قفطان وعندك التوب ديال جلابه. الا كان عندك مثلا باغي تخيطي قفطان وعندك تي غير جلابه باش تاخذي لها العبار، راه حنا كنزيدو مثلا العبار ديال القفطان، يعني راه في الطول ضروري كنزيدوه على حساب الحزام، وحتى في العرض ديالو على حساب الحزام راه كنزيدو شويه في العرض. يعني ما عليك الا تشدي العبار مثلا اللي كان عندك جلابه قفطان، يعني خدي لها العبار
ما كاين حتى شي مشكل. كما كتشوفوا الخدمه ديال هاد القفطان جات راقيه ورائعه. الثوب ديال الكريب، الثوب ديال الكريب مخدوم بزواق المعلم منبت بالعقيق، يعني خدمه كما كتشوفوا جات متقونه. ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب زر لايك باش خو ان شاء الله دائما نشارك معكم الجديد ديال الموديلات اللي كنخدموا في المحل. قفطان جا راقي ورائع في اللبسه ديالو، الثوب ديالو كيجي حرير، ثوب حرير جوهره حرير. الصاله ديالها راها عند الافتتاحات في الجناب، مخدومه بزواق المعلم حتى لتحت، عندها غير افتتاح في الجناب. الى عجبك هذا الموديل هذا غتسكرينيه وصيفط لنا في الواتساب وغادي نقول لك ان شاء الله الثمن ديالو بشحال كيطلع بالثوب وخياطه. ندوزو الموديل واحد اخر، عندنا هذا قفطان حتى هو مخدوم بالطرز الرباطي بالثوب بيكي، ثوب حرير كما تشوفوا الطرزه ديالو حتى هو جات راقيه ورائعه، يعني هابطين الطرزات حتى لتحت. هذه ديال واحد المتتبعه من فرنسا، تحيه للاخوان ديالنا الناس ديال وجده. كما تشوفوا الطرزه ديالها جات من عند صدر، جاو طرزات عند صدر وجاو هابطين حتى لتحت وفي الكمام، ودرنا ليها حتى الطرزه في يعني في الظهر. الى عجبك هذا الموديل هذا غتسكرينيه وصيفط لنا في الواتساب وغادي نقول لك ان شاء الله الثمن ديالو بشحال كيطلع بيوتيوب وخياطه. بالنسبه للتوصيل داخل وخارج المغرب، ندوزو الموديل واحد اخر. يعني عندنا هذا قفطان، هذا قفطان يعني ديال بنيه صغيره، يعني درنا ليه في الصاله ديالو كلوش عريض عريض من التحت. لي خدمة خفيفة، درنا لي غير السفيفة، جات الخدمة ديالو خفيفة. درنا لي غير الضفرة، بغيتي ديري لي مثلا طرز، يعني راه كيجي فيه الطرز، بغيتي ديري الطرز كيجي عامر من الفوق من هنا كعند صدر، وكيجي حتى في الكمام بغيتي ديري ليه الكمام، يعني راه كيجي راقي في اللبسه ديالو. كنتمنى ان شاء الله هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش علينا بالضغط على زر الاعجاب زر لايك باش نبقاو ان شاء الله دائما نشارك معكم الجديد ديال الموديلات. ما تنساوش كذلك تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والواتساب لكي تعم الفائده على الجميع. ما تنساوش قبل ما تخرجوا لك كنتو باقي ما اشتركتوش معنا في القناه، اشتركوا معنا في القناه بالضغط على زر الاشتراك الزر الاحمر اللي كاين اسفل الفيديو. ولا كنتو نسيتو ما درتوش لايك ضغطوا على زر لايك قبل ما تخرجوا. كنتمنى يكون هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.